يا دي تراندي انا ملي ثلا ملي تليمس ولد مقران فلا وانا نسمر حبي سون دهيار انا ضق غميس نسال نسث مزيق في امس ذوق حريش لمعون في مسلقه اسون غلاف نتغوس وين برا غريب الجزائريه نماس حمد عطافي خلاص اني قرغ خلاص تليفون الصغر وثري بالنس ان غلاف نتغوس وين برا دي مغترب دي الجمهوريه اللبنانيه عبد الله بو حبيب سوسمك ثيا يا يستثرر ونغلاف اللبنانية سقيرين ثمورت الناس إث بديت نسلوين ثمورت مسعب عبد المجيد تبون ذو صقدر الناس إي ثمورت اللبنان دي ثفوث نالحالث يعرن أفاث تعدى سالقرار الناس نورث ثمورت أي أومات سمور سيلفيول إسويار النخامن نوسير ونتريسيتي ماني يمكثب اللي أسوري فيا يفارتاح إذا مقران صغر بقدودة لبناني وكل أمكي قرني سقدر الخدمة تبديثنا الجزائر ذو سقامو اللمان ندمث إذا لبنان ذو قوذ منو تعدي أي إسرائيلي في ثمورة أنسن غر ثوريق أن ثفرانين سلوي ثمانية يقورهم زايزن ثفرانين ذي واس وستاف ويش تفوس ما إلا أمزايز نوصنات دي واسويس خمسة مترشحني ثلاثيا ليمن يوذان دي مسلقيا عشيرا ذي الولايات نثمر ثماني فسرن زمامة سن الخدمة باش أذوين يوذان غرسن باش أدفرنن في اللسن كبرن استقدارن مترشح أحرور عبد المجيد تبون ين أنقاذ نمسلقين أن وقدود ذي ونقاذ الولاية ثمور تهنزر ذي ثوريق تايا من سعاد شبح تملايا ماني كبرن تسرثيث يقورني ذن فرشح أحرور عبد المجيد تبون غروزان نكملن ترسلين نسقدي لا فلان ذلا رانديرني غرس جبهة المستقبل تبدان غرسويين إلان يتووض غرسن وكذي مشراع نوذ تشايلان يتورى جذيلين طلقت عجلة التنمية وبدأ بأول إصلاح هو الدستور 2020 واللي أعطى مكانة للشباب ثم بدأ بمنحة البطالة والشركات الناشئة اللي راح تتطور أكثر و زيادة في الأجور للعمال والمتقاعدين. قطعنا خطوات كبيرة والإنجازات ميدانية وحقيقة ملموسة. نشارك بقوة وننتخب المواطن الحر عبد المجيد تبون بالأغلبية. الرجل لما يتكلم على 400 مليار هو يعي جيدا القاعدة الاقتصادية المرتبطة بطاقات وثروات الجزائر وقبل كل شيء محاربة الفساد بكل أشكاله. أبريد نسنرني ذي متيم خلفيني غير نتمورث هو ضغري سويا يحلان ثغو سيلاني دعمت كبار حركة البناء الوطني كما حرص هو على إضفاء عامل الجدية على مشروع القضاء على مناطق الظل وهو في وصفنا أكبر مشروع إصلاحي بادر به مرشحنا عبد المجيد تبون أكبر صوت الشعب ذي الفجر الجديد وثلين واستهمان فوسكاين كوبانيين ذي الدستور شفنا في سي عبد المجيد تبون تيار استراتيجي من أجل الاستقرار وتقوية المؤسسات وبناء جزائر قوية بمؤسسات لأول مرة دستور جزائري يقر بأن بيان أول نوفمبر هو مرجعية الدولة الجزائرية وفي الدمث نتزايري ربحن الغروس 6 سنين تسرثي في قدرن ذيه كلتاين صغري النغ ونفوض أراد الشباب الجزائري أن تكون حملته حملة نوعية تجمع بين المقترحات والأفكار التي نرفعها للسيد المترشح عبد المجيد تبون ليواصل الإنجاز في الجزائر المنتصرة بحول الله تعالى وقوته سقرير الناس يوم ترشح عبد العالي حسني شريف أم سلقي أن وقدو ذي الولاية نتيار تهنزر ذي ثوريق ثأن الخير بوطب سي الولاية نتيار يثلي دي مرشحي ثفراني نتسلويث عبد العالي حسني شريف فوهي للناس انتفرانين ذ ما تديوي ذي سذق حريش النه ذامسا ذات مدور ثموذان يتوابنان فثل اللي ذوك سيغي الرياض وسميسي جارو ذان هذا هو دورنا وهذا هو برنامجنا برنامج الفرصة يا إخواني ثم بعد ذلك برنامجنا يرتكز
على بعد اقتصادي اجتماعي حر، بمعنى أن اقتصادنا اللي يكون في البلاد هو اقتصاد قائم على الحرية، أول على حرية التجارة، حرية الاستثمار، حرية الاستيراد والتصدير مع الضبط، وعلى حرية الإنتاج، حرية إنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة، على الحرية أساساً، ثم على العدالة الاجتماعية. الثروة لازم تقيس كل أبنائنا، وكل مؤسساتنا لازم تكون ملك لكل الجزائريين. أبناء الشباب، احنا قلنا واحد العبارة وحاولوا يجعلوها منا من خطابنا، على أننا وكأننا احنا رانا ضد الشباب وضد منحة البطالة. احنا قلنا أننا نحول منحة البطالة إلى منحة إدماج، ولازم المؤسسات اللي شبابنا البطال اللي ياخذ هذه المنحة لازم يكون مربوط بمؤسسة اقتصادية، مؤسسة تخليه وتحرر له منصب عمل في المستقبل، باش يولي عامل ويولي موظف ويولي نافع، ما يبقاش فقط عايش على تلك المنحة لأنها ما توفرلوش الحياة الكريمة. واش يدير 1,800,000؟ الواحد شاب عنده طموح واش يتزوج، ولا عنده طموح باه يدير دار، ولا عنده طموح باه يعيش، ما تقدرش تكفيه في ظل ارتفاع الأسعار، وفي ظل انخفاض القدرة الشرائية، وفي ظل انخفاض قيمة الدينار. ولذلك احنا مشروعنا هو أننا نحل هذا المشكل لدى الشباب من خلال تشجيعهم أولاً على العمل مع مؤسسات في إطار تحرير مناصب عمل، في إطار تشجيع الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية أنها توجد للشباب مناصب عمل، الشباب والشابات، ثم نشجعوهم على أنهم يديروا مؤسسات مصغرة، ويديروا مؤسسات اللي من خلالها يوليوا منتجين. أثوله غروس عذر نطوانات الحكم ذما تيعنان ثم الدور ثم وذان سيبري ذن السيستام نوس المذ ناني ذا زمامات ذو قمزوان وهي لاني مرشح نو كبار المجتمع السلم إثفرانين نتسلويثا أمكي يوم مترشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش سيام سلقي نوقدو ديفري وزلق عند الولاية ثنب جاي هنزر إذن ثوريق طيان سعاد شبه سرمضية في نواس ذو مكان خيري مترشح يوسف أوشيش تمدينة إفري وزلاقن إيوي جاي نوملو مينس ذو قسمك ثينو مزروين ويقاين مؤتمر الصمام ذو غيرايا خاصة تاس إقفغانا كسنا ولا الساكين خاصة تاس إقفغانا ذن غانا سيرم قولا وننغا الساكين ما كنت ولي كاس الكثرة أغد تمود دو مفوذ باش نكمل أرزداث ما كنت ولي كاس الكثرة أغد تمود دو مفوذ باش نرفض أمن نغف في زرفان بومذان أمن نغف توش دوث أمن نغف تلليم أثنرفذ أفتو يثنغ وانسيين أثنشارك أكو دي زايرين أكو زايرين سومثا ويدي اللان دي ثمورتد ويدي اللان دي الغرفة باش نرسينا في الدل إثفغام إنفغا دي ثمورتن الزاير أساكين سعد دايوان انواس يتشور إذ المعاني شارجي ديستوار فغي غادي نغي من خثار الساكين نروح نرى تجميل تي الشيخ بالحداد نغي الشيخ حداد باش أدنيني نكوني ذو قاهي للنغ نصم أنجاجي أبروموفوار أن إسلام دو توليرانس أن إسلام نور أفريكان أن إسلام كي برون لوفيرتور فير لوتر La tolérance, un islam ikhtatafen, il moussamaha, qui rizayrin ou tzayriyin. Al-sakin, où il a qalang anuj, et où il a qalang dikshmen si varra, bach ad zon tikti winensen, ad ar zon l-wih dannag, idni win, nag iksa'an li rasininsen, iksa'an li rasininis, di tarikh nag, nag du gumizruy nag, il-qayen, ذي 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 ثمور ثاكينين أدنينين الإسلاماكين نو دوفون لو ديفوندر نو دوفون لو بروموفوار أو شي شو ذي صروحش الفرس ثايا يهرز فغر ومكانا يانو مزروي إلا نيتوقذي اسم مؤتمر نصومام ذو استرحم في مان نمغرسا التبديد فوسايا يهمن ذو مزروي نثور ثام بارخ
استدار الجزائر وسغنا ون المجاهد تقنا غرثي مكتي وبهاز نوني جاق سنطيني ذو سيلي نوم سلقي نص ممدي عشرين غشت قرغ وسمكسي أي يسوكد وسلوي نثمورث أصنط في طبرات الناس أثلزم نجزاريا فورفاذ نثمورث في غالا أنسان ذات بديث فلاما الناس ذلهنا الناس أموسقري إلى منت نشو هذا مني بد أسا ونغلاف نمجاهد ذي ثباب نزرفان العيد ربي قاذي ثي مقبرة نشو هذا ذي ثغيوان تنعين المالح ذي الولاية تنعين تيموشن تي بد فسوريف نعوذ ان تنضلت يخسان ثمانية نشو هذا صلاح دورني مدبرين مدنيا ذي عسكريا ورنذاس أوشلت نثور ثربي قيس وكد بلي هيت نتاذ الفورز باشا نمكثا في مناين نشو هذا ذا الجراثة الجاثي مكثيايا دوك بريث نثور ثنثيل اللي أمقرانت صغط يرنا. إن هذه المناسبة العظيمة تستوقفنا في ولاية عين تيموشنت لسبر أغوار هذين الحدثين اللذين ينضويان على عبقرية وذكاء قادة الثورة الميامين لتنفيذ عمليات نوعية تجمع الفعل الثوري والعمل العسكري مع النشاط السياسي والدبلوماسي لنيل المرام والمضي قدما على درب تجسيد أرضية بيان أول نوفمبر 1954. وديما ذوك سدر انثي مكثية يثيا ثي الدوكلان المعطوبين الحرب انثي للي ذي الولايات الوهرانة مسلقي نوم زرو يصلح دور نون غلاف نموجادن ذي ثباب نيزر فان ميسوكدن فومكان مقران انثي مكثية يثي ثيك لي نطورت انثي للي أغناوث الحراير نالجزائر غرسن أمور ذا مقران ذوك مزرو ذي الخدامي النثمنايين إذ أنورياز أمنيث مجاهد توزان غنيمة قرغ أمنيث مجاهد توزان غنيمة ثلا تفر مليث جرد ليس من نس ذي زمامات النثور ثنثيل اللي ذي الولاية ثيس الثلاثة نمزروي ذي تيزي وزو أسا أتترجي نغة الصراحي ذي الاستقلال والتعود وغن تعود قصيدين ثيل اللي ذات بديث يسور ثادي قورن قارغ بورتري إذ مجاهد إذ الأخضر كعوان إيه يمتيثنا آيه الرشنا ويثقلن ذي مني فيين هي يمتيثنا الدمتيثنا أدناحيوم العزيت مورتنا سير مرد الشيخ سيثامننا دمورتي وتامورتي دمورتي وتامورتي وكمر قيل عمر وكمر قيل مكتو وخمرك تحية الجزائر يمجو هذا تزينير كل ذي ثالث نيم نغني ما من تسثم ثلاوين في جيرين النظن نوضحنت فدنت ميالا شنقون رومي يمجو هذا وحزن كنا سنخل منسن وكتسمو سبرين كنا رخبرين كنا رخل منتا من كتين سخدم دي منتا نخدم لبري واد نخدم من زمر غزغ لبري ثرى القرار جميل كيو سوف لذعنيم سوداد لبري سيثا الدرث نهيشم غار القلعة تندلست نغني ما ثريانا غارو مزرو ينتيرا ولا 54 غارو منو غني زمورن أقور دمغرس أسقوس 57 داقي من يثبت الله طاكا كنا أمي دي غرفين يمجو هذا النية يمزور إلا داقيني خلم الله طاك داقي موثن القرب بزون نخلص ويحي ما ندر بهجرة نظار نجمع عند الجمعة نضبط التراوين نتروح على سيتي راس قرية قاقات تراوين وفي خفيش ندي يقول الحياض وفعل ضربوات شرعتي شرعت الضربوات النيوم أن يعدل على فوطن تتصوض غرد ما دبر شيخ ثم أسدى ليجي عمس الزينييد نكنا قاس تلاوين نغرش نضل قرنتنا البير ترضح ندن هو طفل أول بيب للجيرين إمي نمزرو إذ شفاوات تمزين نغني ما تشفاد غف تقصح نوضح تسوثو رسا ذي الجيال إدي تنكرن أسحبي فرن غف لما نغيزن الجن شو هادنا أي مش طحني دي قران هات حذر من الزاير في الزاير أتيد نحلي ما ورّو النغ نفكا قرّي النغ
أما مشطوح أما مقران لكن من لنا من وردنا كذا يمشو هذا سعن الكوراج لغاشي يتفايثن والفراك استقيعسي يبدل أدم أما السامر دو غالا دوك حريش نون قمول خدمة مقران ثموق ذي الولاية ثنتي سمسيل تفدمت نظمان أنومان نتسسي الصلخصوص ذوق نبذون قادنا هي الموقن السزربان قارغان قادنا هي الموقن السزربان أم وغزي البيار ذو ستر نتيش بيكين وفرق نومان ذي القد نتاولا ثان ثوفرا نومان ثقار سعاد شبه دوار شوشويش سقوران تغيوان تلعيون غيران دانو ظهرين الولاية ثنتي سمسيلث ورن المزيريان تدرسي ثنوامان يتسدار وغيرايا ورنو سقدار تشبيه ثنو سربين ومان رانا في منطقة تقدري كنا مأزولين محرومين من كلش كان عندنا هنايا رغم عندنا فلاحين عندنا كوارت وتربية ربو الجاج غنم بقري فلاحة واليوم والله الحمد لله عدنا من رمضان والهون رانا نحمد ربي ونشكره والله غير خير تاع ربي كثر خير بلادنا بكري كنا نعانوا في الماء بصح دروك والله غير الحمد لله يا ربي دروك على الساعه كي لحقنا الماء كيما هكنا والله غير الحمد لله يا ربي تم وضع بعض المشاريع حيز الخدمه المتمثله في تزويد المناطق الريفيه بالمياه الصالحه للشرب تم انجاز خزان بسعه 50 متر مكعب وتم توصيله بقنوات على طول 700 متر طولي وكذلك شبكه المياه على طول 9500 متر طولي كما تم ربط حوالي 55 منزل بالمياه الصالحة للشرب وذاي ذو غدين الولاية في 40 الخدمات ذي ثمسي زلاي ذو الوقت وكفاي ذو سقدر نسربين ومان التمقنين البساني ذن البيرنعين الصفرة رانا نشتغل بنظام 3 في 8 سيستم ترواويت رانا موفرين الوسائل المادية والبشرية من أجل إتمام هذا المشروع الهام في أجاله المحددة وذي الخدمات إلا نغرس زالهم من يتوقن مقنين البير الحموين سيدي سليمان إذن البراج كدية الرصفة تم تسجيل برنامج استعجالي ثاني مؤخرا أهم العملية اللي انطلقنا فيها هي وانجزناها في مدة 20 يوم اللي هو تحويل مياه تاع البير الحموي بسيدي سليمان إلى سد كدية الرصفة لأنه كان يعتبر في حساسة من الجفاف هذا الإطار عندنا 13 عملية رهيقة الانتهاء من الأشغال على المستوى كل دواوير بلدية الولاية في مدعيم البلديات ودواوير بالمسلحة شرب قنوات جديدة الخدمات نتمقنين واماني يوذان هتو خمال ذق بريذ نهيل نسنرني لن بيذ سيس الولاية ثنتي سمسيلث سقاس سنة 1022 ذق ثرار الحرب نثمون غيفو غير انغزستش ان 12 مني فلسطينيين وتوجد العشرات بومباردين فاجين الاحتلال الصهيوني في غرباز من لاني نروال تيرين دين دقمال وتمدين تأن غزة مولاش ستاني فلسطينيين نيض توحنا ذي ثيثة الاحتلال قرغ ثيثة نثمة في الاحتلال الصهيوني ذو غير ذي الوقت ثماني ودفنتيد شراث الاحتلال الغر وغير الشاكوش أمكس قارن دقني جنو مالون تمدين تنرى فحد قماس نتيثا نرصاص ذا مقران في قيضان لنروال ذي الحربة يا الحرب نثم الدور ثقور وثقور من إلا القوة الدفاع أمدني ذا خذ من الخدمة ثم قران قار خذ من الخدمة ثنسن نوكي مشتا أرني ذا سن نقسن ياسن التويلات نلخذ مثا أمكت ووثن قارغ ديث تم قرانت نسني من عين يقرون في التلفزيون الجزائري ذي غزة تام أبو زيد يقرات في الخير بطبع ويتسد أدي خلط ظلاغين وسمنا غالنا انتربعين وسلي خزدفرن كل صغار غالنا الاحتلال الصهيوني خاطيمة وسينتي دغروم كان يتوثن يوعاون ذو قسمنا الأرواح ما يشتهي درسنا التويلات الليسونس خضن زانت متانت وهمين العذو يوثيهن قدهن المراث واستشهدن اكثر من 80 الزيسن ورعاد تحوسن زدور الرضمات في يقي من عنا هذا واجب وطني وديني يحتم علينا القيام بالمهام الموكلة إلينا رغم نقص الأفراد وأغلب نقص من الأفراد نتيجة استشهاد تقريبا 82 رجل من رجال الدفاع المدني تم استشهادهم في هذه الحرب الشرسة
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وذقاس ندونيث نسد الخدمين وعمن نبو نذمن حبسنت العشرات نذكر وصيني زومبيلونس أجي خرفنت باش أذعوننت ذوق سمنعن وذان ويرنيت ووثنت وتسخسرنت وهي ظنين وقيرنت شام ذام ولاش الليسونس ورنياس هاني استشهدن زني 500 وذان سيثير بعين وذاوي جالت سن 138 ذي فرمليين وتوطفن العشرات يظن. منذ بداية هذا العدوان تعرضت طواقمنا الإسعافية للاستهداف المباشر وفقدنا خلال هذه الحرب عشرات من سيارات الإسعاف وعشرات من ضباط الإسعاف والمسعفين الذين كانوا يؤدون العمل الإنساني خدمة لأبناء شعبهم ويسعفون الحالات أو الإصابات. ذا سيلانس خصن ذي سي فلسطينيين متيلز منه مدور تنسن والاحتلال يتيمي ذي القرنس في الوكالة نيمروال الأونروا أي لانا طفرن ذي دوكلا لجناس وتعوان إبو نذمن ولان تيميران التاث ذي خدام الناس ذي السيبلا إيهي ثان الاحتلال. احنا قاعدين في المدرسة وفي أي لحظة ممكن يضربونا مع أنه آمنين فيش حدا يعني فيش مستهدفين. اليوم كل الأونروا مستهدفة، وين في مدرسة أونوروا وين في أونوروا مستهدف، تحس إنه الاحتلال متعمد في استهداف الأونوروا. وهم هتين غزة والتي مقبرت نيبو نذمن سهيثة للجريمة ثقيت سواء الاحتلال. ونمير أغميس أسود لمقارن الطيران الشراعي توين غرس لباس نشهال ودال أي ورني ذاس قرغ لبها نثقامة من الولايات المستغنى من قار الخير مدربين فيدراليين رانا نديروا تجربه الطيران الشراعي شكون اللي حب يدرب نعطيوه المساعده ونأطروه في احسن الظروف. رانا في الجبل ديس على علو 400 متر فوق سطح البحر. كما تشوفوا الجونة الزوار من الولايات المجاوره من اغلب الولايات باش يشاركوا معنا هنا في التظاهرات الطيران الشراعي الثنائي اللي يحب يجرب المتعه الطيران ويحب يشوف يحس كيما احنا نحسوا من نطيروا وحدنا نجيبهم من هنا ونديروا لهم الطيران الشراعي الثنائي ويشوف المناظر الشابه تاع مسغانم من السماء. بزاف ناس من الصحراء طاروا معنا وحتى الاجانب راهم يجوا ومن مختلف دول العربيه ولا الدول الاجنبيه. نتاث التورار هزرا اساد ذم قران غرس الصغر الشهال نجرب التورارين وعرنت وفاي ذي العلالي ذو زرينت والناطح لانو يبهان. سوسلين ودن خضرت مريت المغميس نواسة ثاني مرت فوس غادن نونس والدم قران في اللون.